السلام عليكم، معكم حسان الزطامي، اسم الفني ملقب بملعود. بالنسبة للاسم اسم ديال حسان ملعود، بالفعل هو اللي كيسمى هاد ملعود، راه كل شيء اللي عنده العود راه كيتسمى فلان ملعود. أول شيء بعدا احنا ناس عائلة كلهم ابن عن جد مهتمين بالتراث ديال الفروسية، وعندنا واحد العادة اللي هي في الوسط العائلي، اي مولود جديد ولا اي ابن جديد زاد في العائله خصنا نهزوه ونحطوه فوق العود، هو باقي الله تزاد، هذه عاده عندنا. يعني حتى كان واحد العم ديالي الله يرحمه كان كيشتغل حتى هو كان رئيس في البحر، معروف بديك مول العود. كاين واحد الاخ ديالي حتى هو الكبير الكبير هو الله، معروف بديك مول العود. لما انا التحقت حتى انا جيت للدومين ديال البحر، شكون هذا؟ هذا راه مول العود. تجربتي مع فاطمة بنت الحسين الله يرحمها والإخوان ولاد بن عقيدة كانت تجربة كبيرة بكل صراحة، كانت تجربة يعني طلينا على الفن الحقيقي. ومن اللي كنقولوا الفنان، الفنان راه ما كيتواجد فيه غير كيغني وكيعزف، كاين أشياء كثيرة اللي خصها تتواجد في الفنان. خاص أول حاجة الانضباط في الوقت، التزام، تكون في المستوى، تحترم الآخر، تحترم الشيوخ اللي كبر منك، تحترم العائلات اللي انت كتدخل عندهم، يعني كتحترمهم. أنا بالنسبة لولاد بن عقيدة وفاطمة بنت الحسين الله يرحمها كنا كندخلوا عند بعض العائلات كيقدموا لها، كنمشوا المناسبة مثلا ديال ابن ولا ديال شي بنت دايره عرس ولا كذا، كيقول لها والحاجة وولاد بن عقيدة واش عقلتوا فاش جيتي في عرسي أنا وعاود جيتي في السبوع ديال هاد الوليد واليوم راه انت في العرس ديالو. يعني تما كتلقى دوك الناس تربات واحد العلاقه بحال عائله، وهذيك العلاقه ما يمكنش غادي تجي هكاك. يعني تما كاين الانضباط، كاين احترام، كاين اخلاق، هذه اشياء كلها استفدناها من هذيك المجموعه بكل صراحه. وكانوا ناس كيدخلوا مثلا المهرجان او عرس او شي حاجه اللي هي ثقافيه او مثلا تلفزيون، كيعيش الجو ديال هذاك الحفل هو كيفاش داير، ماشي هو دائما غادي بحال التران كيفرض راسه هو عليهم، لا بالعكس، دائما كيحاول ما امكن كيكسب هذوك الناس بطريقه اللي بغاو هما باش كدوز الامور بسلام. انا التجربه ديالي مع ولاد بن عقيده الحمد لله بقى لحد الان ما سالاتش، مازال كنتواصلوا، مازال كنديروا اعمال اللي هي مشتركه. هذوك الناس عندي عزاز وغاليين مقدسين، يعني ما كان نقدرش نخسر لهم في اي شيء، لكن حتى هما كانت دفعه منهم وشجعوني. لما احنا كنا في البدايه باقي صغير في العمر ديالي، مازال ما تجاوز 13 سنه، كنا كنكونوا غاديين غير في الطوموبيل كنديروا شي تمرين شي حاجه، انا كناخذ حقي حتى انا كنبغي نغني وكنقول علاش ما هذا بداك الحب اللي عندي في الفن ديال العيطه. وكان سي بوشعيب الله يذكره بخير وبكل صراحه شهاده لله، كان كيقول لهم ودي حسن عنده ديك الكهه ديال العيطه ديال البلاد، داك الشيء اللي كنحتاجو حنا في الصوت ديال العيطه الحصباويه، حيت هي ما ساهلاش. كيقول لهم حسن راه كيغني. من بعد بقيت غادي الحمد لله كنحفظ، وكان الاتجاه ديالي للعيطه، انا كان كيصعب عليا باش نحفظ قطاع اللي هي جديده، ولكن بسال باش نتعمق في شي عيطه وندخل وسط منها ونحفظها ما كانش عندي فيها المشكل. انا كانت عندي واحد الوقفه فنيه بالفعل اش غادي نقول لك، هذيك الوقفه فنيه ماشي كرهت فيها الفن او مثلا طلع لي في راسي، لا، لكن ما قدرش نثيق في الفن باش نستمر فيه. السبب شنو هو؟ كانوا شيوخ كبار، كاين اللي مات الله يرحمه كاين اللي باقي في الحياه، كانوا شيوخ اللي عطاو في الفن وعطاو من اجل تراث هذه البلاد، وما تعطاتهمش الفرصه وما خداوش حقهم. الوقفه الفنيه اللي كانت عندي لهذا السبب، ومشيت اتجاهات اخرى اللي هي صعيبه. انا من الفن مباشره طاحت لي فرصه، صوبت ورق ديال البحر ومشيت كنضرب الصندوق، كنافيغي كنخرج، ماشي بالسهل بكل صراحه. وهذه يعني ظروف عشتها، حوايج عشتها انا متعاوداتش ليا.
من الفنان راك عرفتيه كوستيم بابيو مرحبا بيك والبساط العمسيدي والشوا والدواسر. مشيت مباشرة لبست حوايج ديال البحر ولبست البوط وكان خدام كان هز الصندوق وكان كيف ما كيقولوا بلغة البحرية كيطون باري بي الباركو كنطيح أنا والصندوق وعاود كنت قاعد كنخاف شي واحد يشوفني. أولاد التراب واللي هما في المستوى وعدنا شباب الحمد لله اللي قادر باش يحمل هذا المشعل كاينين دازوا شيوخ رحمهم الله كاين اللي باقي في الحياة الله يطول في عمره اللي هما كانوا في المستوى وناضلوا وسمحوا في حقهم وداروا مجهود كبير باش يحافظوا على هاد المشعل. لكن ما نسوش واحد النقطة راه كاينين شباب اللي هما في المستوى الحمد لله اللي قادرين يسافروا بهذا المشعل وقادرين يعطيو فيه وقادرين يحافظوا عليه بالقواعد ديالو. حيت ملي كنتكلموا على العطاره كنتكلموا على التراث ديال البلاد ديالنا وعلى الهويه ديالها. ما يمكنش لينا غادي نجيو المهم كاين بعد الدخلاء الله يسامحهم اللي انا درت في العطاق ولا نجدد في العطاق. العطاق هي قائمه الذات. كاين بعض الاخوان كيقول لك على لبسه الثياب الحقيقي ديالها والعطاره لابسه حويجه ما كتسنى حتى واحد يلبسها. هي الباب مفتوح لاي انسان باش يجي ويحافظ عليها بالقواعد ديالها. وانا كنحترم هذاك الشخص اللي كيبحث فيها ويحافظ عليها حيت ما يمكنش لينا حنا العيطه غادي نجددوا فيها ولا نزيدوا فيها ولا نقصوا منها. خصنا نحافظوا عليها بالاصاله ديالها ونعطيو فيها يعني باللون ديالها الحقيقي بالاخص العيطه الحصباويه. العيطه الحصباويه صعيبه ما كيأديهاش اي انسان الا ما كان ولد التراب حيت هي فين السر ديالها كله راه ماشي في حفاظتها في ميزانها وفي كيفاش كتأدى. حيت هي شنو نقول لك جات من منطقه قراويه العيطه تكونات في منطقه قراويه وكتغنى باللهجه ديالها قراويه وما يمكنش لينا حنا غادي نجيو وغادي نجددوا فيها ولا نعنصرنوها ولا نمدنوها ولا هذا. كنظن غادي نخرجوها من الهويه ديالها. المهرجان ديال العيطه المهرجان الوطني للعيطه بمدينه اسافي هو لما كانت الفكره ديال الجمعيه مباشره من وراء الفكره شاركنا الحمد لله في مناسبات اللي هي وطنيه لكن كان حبنا الكبير هو يكون الحضور ديالنا في المنصه الشرفيه اللي هي كتمثل العيطه. مهرجان عنوانه هو العيطه. درنا طلب عادي صيفطنا لهاد الناس بعد الفيديوهات وهذا الحمد لله الطلب ديالنا تقبل. قبلوا الطلب ديالنا خدمنا كنا في المستوى الهائل الحمد لله كنا في مستوى زوين كنا في حسن الظن ديال الجمهور ديال الناس المسؤولين ديال الكل فرح لينا لا من فنانة ولا من المشاهدين اللي متبعينا ولا من الناس المسؤولين اللي وقفوا معنا. انا كنشكر من هذا المنبر كل انسان اللي هو ساهم معنا في الحضور ديالنا في هذيك الخشابه. وانا بالنسبه ليا حسن مول العود يعني ماشي البدايه الفنيه ديالي لكن بدايه المشوار ديالي بوحدي. هاد حسن مول العود راه كانوا اخوان اللي هما اصدقاء ديالي ومعانا في هذيك الليله اللي غادي نكونوا حنا في الصحراء كيقول لي شكون اللي غادي يطلع اليوم هاد حسن مول العود ما عرفناش هو كيسولني انا. انا بالنسبه ليا كانت بدايه مشوار الفني يعني بدايه ديال المشوار ديال الاسم والحمد لله غادي تكون انطلاقه في المستوى وغادي يكون غير الخير باذن الله. فاطمه بنت الحسين الله يرحمها كانت فنانه في المستوى واخا نوصفها لك باي شيء ما غاديش نقدر نوصل لك تعبير ديالي ليها حيت الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين كانت فنانه في المستوى الكبير. وعلى ذكر فاطمه بنت الحسين غادي نقول لكم حاجه كلمات باختصار. في 99 درنا سهره بفرنسا وخدمنا في واحد المركب ثقافي وكان معنا واحد مهندس صوت ودرنا لا بالونس. ملي سالينا جا هذاك السيد كيقلب على هذيك المراه الكبيره اللي كتغني هو ما عارفش كيقلب عليها حتى البلاصه فين جالسين وباس لها على راسها وطرح علينا سؤال علاش هو جاي يقلب عليها وباس لها على راسها. هذاك الماتريال فين خدمنا والبلاصه فين خدمنا سبق تما هو خدام مع ام كلثوم رحمها الله وهذه مسائل ما نفهمش فيها بزاف يعني كان واحد ليكوي كيعبر الاهات الصوتيه ديال كل فنان وقال لك بانه ام كلثوم وصل لواحد الرقم
حتى شي فنانة ما حاولت تقرب ليه. وفاطمة بنت الحسين فاتت هذاك العدد اللي وصلته أم كلثوم، حجيب فنان في المستوى، وطاحت لي الفرصة درت مع عماد الزيدي اللي هو مسمي راسو صقر العيطة ويستحقها عن جدارة واستحقاق، طاحت لي الفرصة وقدمت مع عماد لوبيات العيطة خلي ليهم الله. ولاد بن عقيدة مدرسة كبيرة وبأشياء كثيرة منهم أنا موجود حاليا في الساحة الفنية. خديجة مناقوم من آخر الحفاظ اللي كينا حاليا في العيطة. جمال الزرهوني من الحفاظ دي العيطة وخذينا منه أشياء كثيرة. عيد الله يطول في عمرها اشتغلت معه في واحد الفيلم اللي هو دهو معشيخات ودهو اسماعيل كثير رافقتها بزاف. الكنز دي العيطة اللي عندنا حاليا في أسفي هذيك المرأة، ومن خلال عيدة بالمدة اللي دوزت معها هذاك هو السبب الرئيسي اللي خلاني درت وقفة فنية. وكنطلب الله تعالى والمسؤولين ما الشباب ديال اليوم ما يطيحش في الخطأ اللي طاحوا فيه هذوك الناس اللي حملوا هذا المشعل. أستاذ أبو حميد رحمه الله كيرجع له الفضل بزاف، وطاحت لي الفرصة في الحضور ديالي في الساحة الفنية، جلست مع الأستاذ أبو حميد عدة مرات وعطى فيها شهادات كثيرة الحمد لله، وكانوا حاضرين فيها الناس في الدار عند سي حجيب. لولا ما كانش هذاك الإنسان ربما العيطة ما توصلش هذه القمة اللي هي فيها حاليا.